كل الناس كله كله صلاحات معدودة. أكيد أنا خايف على أهلي اللي سبتهم، بس كان الواحد بين نارين، بين إنه يطلع عشان أولاده وإنه يضلوا عشان أهله. أنا إن شاء الله يعني إن شاء الله برجع وبشوف أهلي، بشوف أصحابي، بشوف أحبابي بخير، أو هم بيقدروا يطلعوا. ما بعرفش إيش اللي بيصير. أنا على حتى الآن أنا مش عارف رايح ومش عارف وين رايح، بس أنا أهم إشي أطلع من غزة، أطلع من مدينة الموت، أطلع منها وبعدين هفكر وين أروح وين إيش أعمل. وإحنا سبنا كل مشاغلنا وكل البزنس تبعنا وكل حياتنا وكل ذكرياتنا وكل بيوتنا، ما بنعرف إيش صار فيها.